السلام والاحترام أصدقائي الكرام، في مقطعنا هذا سوف أشاركم ثغرة الحصول إن شاء الله على لاعب شوطي مجاني آخر كريم من اللفة المجانية. جربته في يعني لاحظت أن الكثير والكثير يحصلون على لاعب شوطي، وجربت في حسابي الرسمي وحصلت على لاعب هايلايت. يعني الثغرة سوف تزيد حظوظك بنسبة خيالية، جربها لم تخسر أي شيء، بل هي اللفة المجانية. جرب هذه الثغرة وإن شاء الله يكون من نصيبكم يعني لاعب شورت تيم ان شاء الله، يعني النسخ اسطوريه لهذا الباكج. اول خطوه سوف نقوم بها الدخول عند هذا اللاعب مرتين، يعني هناك بعض الاسماء غريبه لن اذكر الاسماء، ثم سوف ننتقل عند هذا اللاعب اي سانشيز، بعدها سوف ننتقل عند هذا اللاعب الفارادو كما ترون مره واحده والاطلاع على احصائيته، ثم نفس عند هذا اللاعب روتوندي مره واحده، بعدها سوف ننتقل عند لاعب الشورت تيم ثلاث مرات برونيتا، ثم سوف ننتقل عند الحارس الشوتيم أندرادا مرتين والإطلاع على إحصائيته هكذا. يعني لاحظت أن الثغرة يحصلون يعني الكثير يحصلون على لاعب الشوتيم، جربوا يا إخوان. ثم سوف ننتقل عند أنجولو ثلاث مرات هكذا، ثم أول لاعب أربع مرات يا إخوان هكذا، المرة الثانية ثم الثالثة والرابعة. بعد تطبيقكم لكل هذه الخطوات ما عليكم سوى الرجوع واللف باللفة المجانية.